حبيبتي انتي والبيبي صحتكن منيحة مو؟ ايه منشكر الله فضلك انتي. شو هالحكي هاد؟ استغفر الله. تعي ارتاحي انتي والصغير وشوفي شو عملنا له. هلأ منعرف انك ما رح تتركي ابدا، بس ساوينا مشان اذا تعبتي. الام مستحيل تتعب من شي، صح كلامي؟ هنن مو هم لنتعب. فيني احمله شوي؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. شو حلوه ريحته، مثل الملاك. ما شاء الله عليه، الله يحميه ويبعد عنه الشر ويحرسه. آمين. آسيا شو قررتوا تسموه؟ ما بعرف، أنا ومصطفى بدي أخبركم بشغلة مهمة. أسماء اليوم قدمت اعتراض للمحكمة وعم يقولوا إنهم رح يطلعونا المسا. الله يسمع منك. بلا ما نفرح هلأ، يعني إذا طلعونا المسا وقتها مننبسط. أنت قصدك تقولي بلا ما نفرح هلأ وننصدم بعدين؟ هيك شي. ليكو ما أحلى، ما شاء الله عليه ملاك صغير. ما بعرف إذا منطلع ولا لا، بس إذا طلعنا فبحسنت هالصغير هاد، لأنه الولاد لما بيخلقوا بيجي الخير معهم. حلو، صايرة عم تحكي مثل بابا، كأنك تأثرتي بالقعدة معه. والله حاسة إنه بابا هو اللي عم يحكي. أنا تعلمت منه كل شي مهم. لا يا حياتي روح. لك آسية، أمتى آخر مرة رضعتي؟ إيه مزبوط، أكيد هو جاع. هاتي. إيه لي مراد. أخي الصغار أمورهم بخير، لا تخافوا، فطروا وراحوا على المدرسة، وفاتح مناوي بهنيك هلأ. يسلموا إيديك أخي. ولو طاهر، هذا واجبنا. طيب أنا رح أجي لعندكم لكان. إيه يلا تعال. ما رح طويل. اليوم المساء حنجتمع كلنا سوا يا طاهر. إن شاء الله أخي إن شاء الله. إيه؟ يا ترى شو بيكون صار مع عمي فكرات؟ حاسس إنه عيب أتصل فيه. ليش وين العيب بالقصة؟ اتصل فيه واتطمن. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.